فتحها مركز السبعة الأول فوز السبعين، وإن شاء الله إن شاء الله نكمل باقي الاستحقاقات بمستوى أحسن وببطولات أكثر، وإن شاء الله نلاقي الدعم المناسب من الجهات المعنية. محافظات من جميع أنحاء اليمن، وأشكر خاصةً أصحاب حضرموت وأصحاب لح وأصحاب عدن الذي وحدوا هذا العرس الرياضي بحضورهم في هذه البطولة. أنا أشارك بطولات خارجية، برع بلادنا وشرف أهلنا وناسنا.